طارق عبد الوهاب ساعدي قائد محور جهاز مكافحة الإرهاب. مساء الخير، أهلا بك معنا. نتحدث إذا عن دخول معركة الموصل الأسبوع التاسع، ويتوقع أن تستغرق شهرين بعد. ما المعلومات هنا وما الذي تحقق حتى اليوم؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهديكم الكرام. عمليات الساحل الأيسر مستمرة. نعم، معركة الموصل دخلت أسبوعها التاسع، والمتحقق من ما تحقق هو أكثر مما كان مخطط إليه. لو نأخذ المساحة الكلية التي تم الاستيلاء عليها، أكثر من 5000 كيلو متر تم تطهيرها، وهناك أكثر من 100 قرية أيضا تم تطهيرها خلال هذه الفترة. القطاعات الآن موجودة داخل الساحل الأيسر، حيث تم تحرير 38 حي من أصل 60 حي في الساحل الأيسر من قبل جهاز مكافحة الإرهاب. ما يوصف اليوم بأنه مع دخول الأسبوع التاسع بأنه انتهاء المرحلة الأولى في معركة الموصل، والاستعداد بعد هذا الاقتحام أكبر الأحياء، أحياء المدينة. ماذا يمكن أن نعرف عن هذا الموضوع وعن المرحلة القادمة؟ يعني هو عندما وصول القطاعات إلى نهر يسمى نهر الخوصر، الذي يبعد 3 كيلومترات عن نهر دجلة، وهو يتفرع من الأحياء المحررة 38 اللي باقية أمام جهاز مكافحة الإرهاب لا تتجاوز ال 12 حي. أكبر الأحياء والمركز تم تطهيره اللي هو حي الزهور، وتم تجاوزه من قبل قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب، وقريبا جدا ستتحرك باتجاه هذه الأحياء ويتم تطهيرها. وأكثر من اتجاه سيتحرك المحور الشمال الشرقي والجنوب الشرقي، بالإضافة إلى محور جهاز مكافحة الإرهاب. طيب، بعد ما تحدثنا أيضا بالبداية عن إنجازات القوات العراقية بالأسابيع هذه، ماذا يمكن أن نقول عن خسائر داعش؟ يعني أنا أعطيك بس مجرد أنه خلال العشرة أيام الأخيرة كانت خسائر داعش أكثر من 300 قتيل تم قتلهم خلال من الجمعة إلى غاية اليوم الاثنين فقط هذه الفترة. طيب، بالوضع الإنساني أي معلومات إضافية تفيدنا بها سيد عبد الوهاب؟ نتحدث اليوم عن 350 نازحا عادوا من الموصل لمناطقهم المحررة. نعم، يعني هو كثير من العوائل لا زالت موجودة ضمن الأحياء المحررة ورفضت النزوح إلى معسكرات لواء النازحين وبقيت في مساكنها، لكنه من خلال التنسيق مع الحكومة المحلية والحكومة المركزية، نعم، ومنظمات الدولية، المواطنين لا زالوا بحاجة إلى بعض المواد، خاصة الجو بارد، يعني بحاجة إلى المحروقات، بحاجة إلى مفردات البطاقة التموينية، وإنها تصل تباعا وستصل المزيد خلال الأيام القريبة القادمة. شكرا لك الفريق عبد الوهاب الساعدي قائد محور جهاز مكافحة الإرهاب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من الموصل.